كلمة القديس ثئوفان الناسك: احذر أن تتوقف بنظرة عقلك عند هذه النجاسات الجسدية، لأن مجرد النظر إليها لا يخلو من خطورة، ولا تتفحص كي ترى ما إذا كان قد حدث قبول لها فيك أم لم يقبلها قلبك قط. يعني واحد ساعات يقعد يتساءل، هو أنا تأثرت بالصورة دي، بالفيلم ده، بالفكرة دي، بالنظرة دي؟ اوعى تسأل نفسك حتى السؤال ده، دي بتبقى حيلة من الشيطان عشان يرجع يثبت الصورة الرديئة في دماغك. رغم أن هذا الفحص قد يظهر مفيدا، ولكنه في الواقع فخ الشرير الذي يريد أن يشدك إلى أسفل ليلقي بك في اليأس، أو يجعلك تمكث عند هذه الأفكار أطول مدة ممكنة، وبهذا يسوقك إلى فعل خاطئ. فبدلا من هذه الاستقصاءات، اذهب اعترف جميعا بالتفصيل لأبيك الروح. حينئذ تبقى بلا اضطراب في القلب والفكر، راضيا بتدبير أبيك عليك. عليك فقط أن تكشف له كل شيء أتعبك وكل ما يضايق فكرك، ولا تجعل لسانك مربوطا بالخزي، بل تواضع في ذاتك بإذلال نفسك، لأننا نحتاج إلى الاتضاع في كل جهدنا كي نحصل على النصرة على كل أعدائنا، لأنه غالبا ما تكون التجربة متولدة عن كبرياء أو سمح بها كي تؤدبنا وتبكتنا. الآباء قالوا في علاقة شديدة بين أفكار الشهوة أو حرب الشهوة بالذات وبين الكبرياء، وأكثر حاجة تنقي الفكر والقلب والعين الاتضاع. الشيطان ما يقدرش يقرب لإنسان متواضع قلبه منكسر، ما يعرفش يغلبه ويدخله أفكار وحشة أو مناظر وحشة. وبالتالي كل واحد ممكن تهاجمه الصور الرديئة والأفكار، لازم يسعى في طريق الاتضاع عشان مخه يتنقى. حدث بينما كان الإخوة يقومون بالحصاد، وتدرس تلميذ الأنبا بخوميوس يعمل معهم وهو صائم، أن شعر بارتفاع حرارة رأسه. فبعد انتهاء العمل جلس يستظل، قاعد في الضلة يعني، فمر به الأنبا بخوميوس وقال له بوجع قلب: أتستظل يا تدرس؟ فقام تدرس بسرعة، ولما كان المساء تقدم تدرس وقال: يا أبي، أنا أشعر بألم في رأسي بسبب ضربة الشمس. قال له أبونا بخوميوس بقى: يا تدرس، إن رجلا راهبا يسلك طريق الكمال إذا مكث يعاني مرضا في جسده 20 عام وهو متألم، يجب أن لا يشكو لأحد من الناس إلا من تلك الأمراض التي لا يمكن أن يخفيها، وهذه الأخرى أيضا عليه أن يحتملها على قدر قوته، وأن لا يعطي نفسه راحة إلا في أمر يفوق طاقته، لأنه مكتوب أن الروح مستعدة والجسد ضعيف. شوفوا قد ايه كانوا شداد مع نفسهم. قال له ما تريحش نفسك، احنا ناس اخترنا السكة بتاعت الكمال، نخاف من الراحة، ولو واحد مريض بقاله سنين ما يشكيش لحد الا لو مرضه مكشوف قدام الناس، يعني واحد ما بيمشيش مثلا، لكن ما يشكيش بقدر امكانه ويظل يحب التعب. هل تظن ان تقطيع ده بقيت كلام انبا بخوميوس، أن تقطيع الأعضاء والحرق وحده استشهاد؟ لا، بل أيضا تعب النسك والضربات التي من الشياطين والأمراض، يعني حط الأمراض والسهر والصيام الشديد زي آلام الشهداء. فالموضوع مش مجرد يمسكوك يعني وحطوك في النار عشان تبقى شهيد، لا، ما في واحد ممكن يختار سكة أبطأ شوية. فمن يحتمل ذلك بشكر ذلك هو الشهيد. وإلا ما الحاجة أن يكتب بولس الرسول: إني أموت كل يوم. في تعبير قاله بولس الرسول، قال: إني بافتخاركم أموت كل يوم، من أجلك نمات كل النهار. فإنه لم يكن يموت في الظاهر كل يوم، بل كان بصبر يحتمل ما يأتي عليه. كذلك رجال الله اليوم إذا كانوا في أمراض ويخفونها عن الناس فإنهم يعتبرون شهداء أيضا. أنا بفتكر لما بقرأ الكلام ده خادمة سبقتنا للسماء من زمان، أول ما ابتدينا الخدمة القدام فاكرينها، كانت
عندها سرطان متقدم وخبت عليا، يعني كنت دكتور ساعتها قبل ما بقى كاهن، يعني الناس اللي قدام قوي بقى سنة أظن كنا حوالي 96 يمكن. وبعدين ما مصرة ما تقوليش عشان ما اقولهاش ما تنزليش خدمة، كنا بنخدم في المرج وكانت تنزل وتشيل بقى معانا وبتاع، وجسمها عمال يضعف وماشية بالعافية، انما مصرة تخدم لآخر نفس. وفين لما عرفت من زمايلها قالوا لي انت مش ده، يامها عندها سرطان على الآخر وخلاص، يعني مسافة أسابيع أول ما قعدت راحت السمع على طول. لكن يعني كانت تخفي مرضها عن أغلب الناس ومصرة تخدم، تاخد بركة التعب والخدمة، ومش عاوزة حد يعني يعطلها عن تعبها لآخر لحظة. فدي عارفة قيمة التعب. قال القديس نيلوس: إن شتمت تفكر إذا كنت قد فعلت ما تستأهل بسبب الشتيمة، إن كنت قد عملت فاحتسب الشتيمة بمنزلة المجازاة. يعني لما حد يشتمك أول حاجة تيجي في بالك هو أنت عملت حاجة تستاهل الشتيمة؟ لو كنت عملت حاجة بالذات في السواقة مثلا تستاهل الشتيمة، خلاص اعتبر أنك خدت حقك كده خلاص، ما مش حاجة زيادة يعني. وإن كنت لم تعمل فلتكن عندك شبه الدخان. يعني إيه؟ ما شوية هوا ما تفرقش معاك الشتيمة دي. واذكر ابن الله أنه من أجلك علق على خشبة، ومن أجلك شتم، ومن أجلك سقي خلا، سمر بالمسامير، وقبل اللعنة من أجلك، فعليك باحتمال كل شيء يلم بك بطيبة نفس. يعني إذا كان المسيح اتشتم أنت مش هتتشتم، أنت فرق إيه؟ إنما لو كنت غلطان خد الشتيمة وقول ده حقي، عشان كمان ما تعتبرهاش فضيلة. أم بقى شاهي: إذا كنت في قليتك وتذكرت أن إنسانا أساء إليك وأحزنك، قم في الحال وصلي من أجله من كل قلبك أن يغفر الله له، فبذلك تنطفئ عنك محبة مجازاة الشر بالشر. دي مهمة دي. ليه؟ طبعا مش لازم قلاية في الأوضة، يعني لما يهاجمك فكر ان فلان ضايقك او قالك كلمة بايخة او مهتمش بيك او احزنك بأي درجة، قوم صليله بسرعة، وإلا شطان الكراهية والحقد والانتقام هيقعد معاك في الأوضة، هيبات معاك الليلة. فقوم صلي بسرعة من أجله، لأن الفكرة دي لو ابتدت وزادت مش هتعرف تطلعها من دماغك. ازاي يقول كده وازاي يعمل كده وما قدرش؟ طب ده انا المفروض كنت اعمل، ودخلنا في حتة وحشة بقى. فاول ما تهاجمك فكرة حد ضايقك ومصلي بسرعة من اجله عشان تطفئ عنك محبة مجازاة الشر بالشر. اذا تقبل الانسان الزجر والتوبيخ فان ذلك يولد له التواضع. احد مداخل الاتضاع ان تقبل التوبيخ بفرح، تقبل الزجر، يعني واحد ينتهرك او يشد عليك او يقول لك كلمة ناشفة، مش بقى تقعد تبرطم، لا تاخدها وتقول اشكرك لان انا محتاج، عشان تتعلم التواضع. هو التواضع بالسهل. اذا كنت عاوز تاخد حاجة غالية اسمها التواضع، اوعى تتضايق من شوية الانتهار او التوبيخ. قال شيخ: ليس من يحتقر ذاته هو المتضع، لكن من قبل من غيره ضروب الهوان بفرح هذا هو المتضع. مش اللي يحتقر نفسه، لانه ممكن يكون ده حاجة منظر بس خارج، في واحد تلاقي لسانه دايما يقول لك انا وحش انا ما استاهلش انا، انما من جوه مش متواضع او كلام بيقوله. لا، المتواضع هو اللي يحتمل الاهانة من غير ما الكرامة تنقح عليه زيادة. طبعا ده بيبقى معاه حكمة ويقدر يتصرف صح في الوقت المناسب. قال شيخ: يجب أن نشكر الله على الأوجاع الجسمانية، لأن الرسول بولس يقول: إذا ما فسد إنساننا الخارجي فإن الداخل يتجدد يوما فيوما. يعني على قد ما بره يتعب ويضعف ويمشي، اللي جوه بيكبر. فلن نشارك المسيح في مجده إلا إذا شاركناه أوجاعه، ولا نقدر أن نشاركه في أوجاعه إلا بالصبر على الشدائد. الشكر في الشدة
يعين على الخلاص منها. الكلمة دي حلوة أوي، الشكر في الشدة يعين على الخلاص من الشدة. الشكر في الشدائد يعين على الخلاص من الشدائد. قال الأنبا يوسف التبايسي، حلو القول ده، ركزوا فيه. توجد ثلاثة أمور كريمة أمام الله. أولها أن يؤدي الإنسان عملا خالصا لوجه الله لا يرائي فيه بشرا، يعني يبقى واحد بيخدم بقلب صافي قاصد بس ربنا، لا عاوز كرامة ولا عاوز مديح ولا عاوز مكانة ولا عاوز بس يتعب عشان يعمل حاجة لربنا. دي حاجة حلو عند ربنا، حاجة كبيرة. تاني حاجة أن يكون الإنسان في مرضه حين تتواتر المحن عليه تزيد يعني راضيا شاكرا، يبقى لا تقل أبدا عن واحد بيخدم من قلبه أن واحد يبقى مريض وشاكر وراضي وقابل تجربته. والتالت أن يوجد الإنسان مداوما على طاعة أب روحاني عاملا بحسب مشوراته، أن الواحد يخضع لأبوه الروحي في كل اللي يقوله من غير لا تذمر ولا جدال ولا مأوحى ولا فصال ولا أي حاجة. بهذه الأمور الكريمة يؤهل الإنسان لإكليل فاضل. وإني هيقول بقى رأيه الشخصي القديس أنبا يوسف ده، أحب المرض، إذ قيل عن شيخ كان في زمانه يشتكي ولكن في سنة من سن حياته وجد غير مشتكي إذ لم يصيبه خلالها مرض، فمكس تلك السنة حزينا جدا وكان يبكي ويقول لقد سلمتني يا الله ولم تتعهدني بالطعام الذي كنت قد عودتني عليه من الأمراض التي كنت تجلبها علي. أنت زعلان ولا إيه يا رب؟ بقالي مدة مش عيان، ما كنت ببقى تعبان ومبسوط، ليه ريحتني؟ طبعا مش هنقدر نوصل للمستوى ده، بس عشان تعرفوا قد إيه القديسين يعني بيقبلوا كل حاجة. برضو أكتر من واحد علق على حتة أحيانا بتبقى الدنيا ماشية مفيش تجارب تقيلة، هل معناه أنه ربنا رمى طوبتي ولا مش مركز معايا؟ لا، خدها بالتضاع وقول ربنا شايفني مش قد التجارب التقيلة. لما تلاقي ربنا حميك وبيتك والدنيا ماشية سنة واتنين وعشرة بدون هموم تقيلة، اقبلها بالتضاع وقول أشكرك يا رب لأني ما كنتش أحتمل التجارب اللي بتيجي للناس الكبار اللي حواليا دول. خدها بالتضاع وقول كده. وفي نفس الوقت ما هو أشكر أنك أنت مش متألم، يعني المؤتمر اللي فات خدنا محاضرة كاملة عن الشكر من سفر أيوب، وقعدنا نشوف إيه اللي أيوب معذبه مش عندنا عشان نشكر عليه. ما يكون عندك شوية صحة أشكر، أديك شفت بقى لما الواحد يتعب ممكن يبقى شكله إيه. عندك شوية فلوس أشكر، في واحد كل حاجته بتروح في لحظة. عندك عيال أشكر عليهم ممكن يروحوا. فمجرد أن الواحد يشوف كمية الآلام اللي يتعرض لها شخص كويس يبقى على الأقل يطلع بنتيجة أخرى أنه لا يكف عن الشكر. ما كناش نحتمل الآلام، يبقى على الأقل مديونين لربنا بالشكر على كل الآلام اللي ما جاتش والتجارب اللي ما نزلتش علينا. كلمة تاني، قالت الأم تأدورة: راهبا كان يسكن في موضع حار فكثرت عليه الهوام، الهوام الحشرات يعني، وتعب من ذلك جدا لأنه لم يكن من ذوي المراتب أو الغنى، فأتاه الشيطان في صورة مفتقد وقال له: كيف تستطيع الإقامة في هذه القلاية التي تصنع الدود من شدة حرارتها؟ فقال له: أما الدود فإني أصبر عليه لأفلت من الدود الذي لا ينام. تعرفين المسيح قال دودهم لا ينام أو لا يموت حيث في نار جهنم بعيد عنكم. أما الحر فإني أصبر عليه لأنجو من نار جهنم، هذين زائلان أما ذلكما فباقيان وبصبره هذا قهر الشيطان. يعني أحد الأفكار اللي تساعدك على احتمال آلام شديدة تقول كويس الألم دلوقتي
يوفر ألم الأبدية. يمكن ربنا ينظر إلى هذا الذل والوجع ويعفيني من آلام أستحقها في العقاب الأبدي. كويس إنها جت على كده. فعشان ما يطلعش بره وحدته وخلوته ويظل متمسك بالقلاية السخنة دي، فكر بالطريقة دي. سأل أخ: إني أريد أن أستشهد من أجل الله. كلمة دي حلوة برضو. واحد قال لأبوه الروحي: عاوز أستشهد عشان ربنا. فأجابه الشيخ: من احتمل رفيقه في وقت الشدة ذاك أصبح داخل أتون الثلاث فتي. ستات كتيرة بقى هتعتبر نفسها شهداء، وعيال كتير هيعتبروا نفسهم شهداء مع أبائهم. يعني احتمال شخص صعب وإنك تفضل بتتعامل بأدب واتضاع، ده يعني قد يكون درجة من درجات الاستشهاد. قال شيخ: كل إنسان يسلم نفسه لشدة بهواه من أجل الله لي إيمان أن الله يحسبه مع الشهداء، وذلك البكاء الذي يأتي في تلك الشدة يحسب الله عوض الدم. كلمة حلوة أوي. قديس بيقول: أعتقد أن ربنا هيبص على بعض المتألمين وقد يعاملهم معاملة الشهداء، ودموعهم الغزيرة من شدة ألمهم يمكن يحسبها زي دم الشهداء. قال القديس سمعان العمودي: لا تنحل في الشدائد لتكون مرضيا لله. تنحل يعني ايه؟ ترتخي وتكسل وتتدلع وتقول بقى انا هعمل ايه في التجربة دي. عالما لو اراد الله لرفع عنك الشدة، يعني ما اسهل ان ربنا يشيلها. اذا لم يرفعها عنك فانما يريد نفعك. فاشكر في كل حال، كما ان الذهب لا يمكن ان يعمل منه اناء مختار للملك بدون سبك وصياغة، كذلك الشمع لا يقبل انطباع بالصورة الملكية بدون تليين. تعرفين الشمع عشان تطبع عليه حاجة يسيحوه الاول، يقوموا يطبعوا الصورة تفضل بقى ايه على الشمع. عشان تنطبع عليك صورة المسيح لازم يلينوك شوية، يسخنوك شوية، وعشان حتة الذهب اللي فيك تسيبك كده ويطلع منها حاجة حلوة لازم تدخل الفرن. هكذا النفس لا تصلح لأن تنقش فيها صورة المسيح الملك بدون أدب كثير ظاهر وباطن، ورياضة وافرة ومحن شديد، جهاد طويل وتجارب عشان تطبع عليك صورة المسيح، زي الذهب في الأتون أو الشمع اللي يسيحوه. قال أحد الآباء: كما تنقلع الأشجار من شدة جريان الماء، كذلك محبة العالم تنقلع من حدة التجارب الحادثة على الجسد. يعني إيه؟ لما يكون في مية جديدة أوي ممكن تخلع الأشجار الصغيرة. ساعات إحنا نبقى متبتين في الدنيا أوي، فلما تيجي تجارب ورا بعض تخلعك من محبة العالم، تنزع منك التعلق بالحياة، تخلي مش فارق معاك تمشي في أي وقت. وده حاجة مهمة ربنا بيبقى عاوز يوصلنا ليه. قال أحد الآباء: قبل البلايا يصلي الإنسان لله كغريب، فإذا قبلها من أجل حب الله يصير من أحباب الله وخواص خاصته، يعني المحاربين لعدوه حبا في رضا، ويصبح كمن وجب حق عليه. يعني يقول لك قبل الألام كنت تصلي وانت زي الغريب عن ربنا، بعد الألام بقيت بتصلي وانت تبع ربنا، وانت حبيب ربنا، وانت ابن ربنا. فالألام رفعت درجتك عند ربنا، بقيت من الخاصة، فبقى كلامك لغلاوة، ما بقيتش زي أي واحد. طوبى لمن يصبر على هذه الثلاثة بشكر، وهي: ألا يأكل حتى يجوع، ولا ينام حتى ينعس، ولا يتكلم حتى يسأل. كلمة حلوة. طوبى لمن يصبر على هذه الثلاث: ألا يأكل حتى يجوع، ولا ينام حتى ينعس، ولا يتكلم حتى يسأل. ليه بيقول كده؟ لأنه لما الواحد يهتم زيادة بالأكل والنوم والكلام يبقى جزداني، إنما لما طبيعته تلزمه إنه يضطر يأكل
يبقى كده غصب عنه، فيبقى روحاني يعني عايش بالروح، بس لازم يجي له وقت ينام، يجي له وقت ياكل، لكن ما يبقاش مجرد عايش ياكل وعايش ينام وعايش يتكلم. مارس حاء: إن كنت مشتاقا لسلامة ونياحة الضمير الذي هو أثمار شجرة الحياة، فاخلع من قلبك شجر التمييز الجيد والرديء. هو بيربطها بالفردوس وبالجنة، كان في شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. فمارس حاء بيقول اللي عاوز يتمتع بشجرة الحياة يبطل يقول ده حلو وده وحش، اللي هي فكرة معرفة الخير والشر. ما يقعدش يقول ده حلو ده وحش، ده جو وحش ده جو حلو، ده سرير وحش ده سرير حلو، دي أكلة وحشة دي أكلة حلو. بطل الكلام ده. اخلع من قلبك شجر التمييز الجيد والرديء، تلك الشجرة التي أمر مبدئ جنسنا آدم ألا أمر آدم ألا يتذوق منها لئلا يموت، لأنها إنما تولد سجسا في النفس وتقلع السلام من القلب. لما الواحد يقعد يتكلم في الحلو والوحش كتير تعمل له سجس في قلبه، يعني اضطراب، وما يبقاش عنده سلام. اللي عاوز يعيش في سلام مع نفسه يقبل كل حاجة ويبطل يقول وحش وحلو. طبعا ده غير التمييز بين الشر والخير كخطية يعني، إنما يقصد إيه؟ كله حلو، كل حاجة حلو، أي حاجة تمشي ما عدا الشر. طبعا الباب ضيق والطريق كربة، ولكن المدينة مملوءة فرحا وسرورا. البرج شامخ حصين، ولكن داخله كنوز جليلة. الصوم ثقيل صعب، لكنه يوصل لملكوت السماوات. فعل الصلاح عسير شاق، ولكنه ينجي من النار برحمة ربنا الذي له المجد. يعني السكة صعبة إنما النهاية حلوة، فطول ما انت باصص على النهاية تلاقي السكة سهلة، انما طول ما تبص على السكة وتنسى النهاية تلاقي السكة صعبة. ركز في ان الطريق مش في الطريق الصعب، ركز في المدينة الحلوة اللي مستنية. ما تركزش ان البرج عالي، بص قد ايه جواه كنوز، تلاقي السكة مش صعبة. قال احد الاخوة الى جاء احد الاخوة الى شيخ من الرهبان وشكى اخاه قائلا: ماذا أصنع يا أبي؟ فإن أخي يحزني لأنه دوار. دوار في لغة الرهبان يعني ما بيهمتش كده، ما بيقعدش على حيله، ما بيقعدش في الليل يصلي، يحب يلف ويحكي. قال الشيخ: احتمله يا حبيب، فإن الله قادر أن يرد إذا ما رأى تعبك وصبرك وأخذك له بالرفق واللين. إياك والقسوة، فإن شيطانا لا يطرد شيطانا. يعني شيطان القسوة مش هيطرد شيطان الكسل بتاع أخوك ده، الشياطين يحبوا بعض، فالقسوة مش هتنفع. برفقك وصبرك يرجع، لأن الله إنما يرد الإنسان بطول روحه وطيب قلبه واحتماله. الله يرد الإنسان بطول روحه وطيب قلبه واحتماله، يعني الصبر وطولة البال هي اللي تكسب، الشدة والقسوة ما بتجيبش نتيجة. سأل أخ شيخا: يا أبي إني أشتهي أن أحفظ قلبي. قال له الشيخ: كيف يمكنك أن تحفظ قلبك وفمك الذي هو باب القلب مفتوح سايب؟ واحد بيقول نفسي أحافظ على قلبي. القلب ده في لغة الآباء مكان الأفكار ومكان المشاعر، يعني جزافا كده يقولوها القلب، لكن هم يقصدوا الأفكار كمان. فاللي عاوز يحافظ على أفكاره وعلى مشاعره لازم يتكلم بحساب. لو بيتكلم من غير حساب لا يمكن أفكاره تتظبط ولا مشاعره. إن علاج كل التجارب هو الإيمان بعناية الله الصالح التي تنظم منهج حياتنا بكل دقائق وبما فيها من حوادث عارضة لخير كل واحد منا. فعلينا أن نستسلم برضا لإرادة الله، قائلين من عمق قلوبنا: لتكن إرادة الرب، كما شاء الرب هكذا يكون، فهي لخير. معنى جميل. اللي عاوز يعالج تجاربه دايما يثق أن ربنا بيعمل كل حاجة أحسن حاجة في أي وقت، وأي حوادث عارضة جزء من خطة ربنا
يعني المحسوبة لخلصنا. فدايما يقول لتكن إرادة الرب بسلام. إن كانت الظروف التي تبدو لنا أنها عائق أمام طريقنا لفعل الصلاح لم نختارها نحن بإرادتنا ولكنها مرسلة من قبل الله، فالواجب أن نرضخ لها بكل خضوع ولا نسمع لأي اقتراح يردنا عن هذا الخضوع. عندما يرسل الله لك مثل هذه الظروف فهو يريد منك أن تدبر نفسك وتسلك بحسب ما تقتضيه الظروف في حدود الإمكانيات الميسرة. سواء كنت مريض أم فقير احتمل هذا، فالله لا يريد منك سوى أن تحتمل، وتحتمل بقلب صالح منشغلا دائما في عمل الخير. إن كنت تريد أن تغير وضعك فأنت تريد أن تغير الأحسن بالأرض. يعني لما ربنا يسمح لواحد بمرض، الوضع ده أحسن حاجة ليه دلوقتي، هو متصور أن الشفاء أحسن. لا، أنت مش فاهم، الشفاء أرض. طب ما بتحصر أنه مش بيخدم زي الأول ومش قادر يروح ويجي زي الناس؟ لا، ربنا مش مستنيك تخدم حاليا، مستنيك تصلي، مستنيك تقبل، مستنيك تستحمل. لو قدرت تعمل تليفون ولا تعمل حاجة في حدود طاقتك اعمل، انما ثق ان اللي انت فيه دلوقتي اللي عامله ربنا هو الافضل، فتبقى ما بتطلبش اكتر من الطاقة العادية المتاحة لك. يصف الاباء المجرب كأنه محاط بالنيران من جميع الجهات وتصوب نحو السهام في من كل مكان. فسهام علوية هي إغراءات بأعمال روحية زائدة فوق طاقته، وسهام سفلية هي إغراءات للإقلال وترك كامل للأعمال الروحية بسبب الإشفاق على الذات والتراخي والكسل. سهام يمينية تجارب تأتي للإنسان عن طريق أعماله، حيث يستغلها العدو ليقودنا إلى هوة السقوط. وسهام شمالية تجارب واضحة الشر يجلبها العدو ليجذب الإنسان نحو الخطيئة. وسهام أمامية عندما يجرب العدو الإنسان ويزعجه بأفكار عن المستقر. وسهام خلفية عندما يجرب العدو بذكريات الماضي بما فيه من أفعال وأحداث. أول مرة أشوف التقسيمة دي. 6 أنواع من السهام. سهام جاية من فوق اللي هي فكرة أنك تعمل حاجة أكبر منك، دي حرب برضو. يتراءى ليك أنك تقدر تعمل حاجات كبيرة أنت ما تقدرش عليها. وسهام من النوع التاني العكسي، كل حاجة وعكسها، أنك إيه ما تشدش على نفسك، لا ما تقدرش تصوم، لا ما تقدرش تنقطع، لا ما تقدرش على الإجبية، لا مش هتقدر تقف وانت بتصلي، اللي هي الدلع والكسل والتشتيت يبقى فيه طلبات عالية قوي فوق طاقتك غلط، وفي طلبات أقل من طاقتك. سهام يمينية أنه فكرة الكبرياء، أنك تعمل خير فالشيطان يرفعك قدام نفسك، البر الذاتي يعني، انك تحس انك بتعمل حاجة كبيرة أوي. وعكسها سهام شمالية اللي هي فكرة اليأس والسقوط والضياع وخطايا كبيرة أوي. سهام امامية انه بكرة هيحصل ايه، يا ترى بكرة هتقدر تصرف على نفسك، بكرة لما الناس تسيبك وتقدر على الوحدة، بكرة مش عارف، القلق بتاع بكرة. وسهام خلفية امبارح، تقعد بقى مخك يروح في امبارح عملت ايه وعملوا فيك ايه وقالوا عليك ايه وخسرت ايه. فيبقى الشيطان عمال ايه من كل ناحية فوق وتحت وقدام ويمين وشمال، انواع من التجارب مختلفة، انواع من التجارب مختلفة، انواع من التجارب مختلفة، انواع من التجارب مختلفة.